لن يتغير شيء، والرئيس ليس وحده المسيطر. دائماً تنتهي النقاشات السياسية بهذه الجمل كلما انتخبت الولايات المتحدة رئيساً جديداً. فلماذا؟ سنشرح لكم سبب عدم التغيير الفعلي بسياستها. ببساطة، الولايات المتحدة دولة عميقة. لنفهم المصطلح أولاً، نشأ مصطلح الدولة العميقة بعد سقوط الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية التركية عام 1923 برئاسة كمال أتاتورك. ألغى العمل بالشريعة الإسلامية عام 1926 وحلت محلها قوانين مدنية، ولم تقابل قراراته بالترحيب من الجميع. ولضمان فصل الدين عن السياسة، أنشأ أتاتورك شبكة عرفت بالدولة العميقة، مكونة من ضباط القوات المسلحة والشرطة بشكل أساسي. هدفها محاربة أي فكر أو حركة أو حزب أو صحفيين، حتى أعضاء الحكومة، إذا كانت ستهدد العلمانية، ويمكن أن تصل لاغتيال المهددين للعلمانية. وزير الخارجية التركي السابق والمنظر لحزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد داوود أوغلو أعاد المصطلح للذاكرة عندما قال إن هناك دولة داخل الدولة تعرقل التغيير، وانتشرت فكرته التي تقول إن أتاتورك والأحزاب الكمالية أنشأت أجهزة موازية داخل الدولة ليصبح من الصعب على السلطات التي لا تنتمي لها النجاح في تطبيق برامجها. بل وصل حد القول إن تلك السياسة تضمنت تنفيذ اغتيالات عند الضرورة. هذا عن نشأة المصطلح. أما المختصون في العلوم السياسية فيطلقونه على الدور الذي يلعبه بعض الأفراد أو المؤسسات ليكونوا أصحاب السلطة الحقيقية بالخفاء، بقدرات تفوق السياسيين أحياناً. كأفراد ممكن يكونوا رجال أعمال متنفذين، وكمؤسسات ممكن تكون مؤسسات مثل الجيش، ويمكن أن تتواجد الدولة العميقة في نظام أي دولة سواء كان ملكياً أم جمهورياً. وهنا سنعود لأمريكا، لأنها نموذج فريد يجمع كل مقومات الدولة العميقة بسلبياتها وإيجابياتها. فمثلاً وصف عضو الكونغرس السابق الجمهوري مايك لوفغرين عام 2014 الدولة العميقة في بلاده قائلاً إنها ذلك الجزء المخفي من الحكومة والذي تمثله قطاعات أصحاب رؤوس الأموال والصناعيين، والذين تشكلت لديهم إمكانية حكم الولايات المتحدة بدون ضرورة الانخراط في العملية السياسية الرسمية. وأضاف عليها أكاديميون دور الاستخبارات والأمن الداخلي والقوات المسلحة، فهذه القوى مجتمعة تضع الأجندة السياسية وتمول الحملات الانتخابية وتقرر من يكون الرئيس، ولا قدرة لأي رئيس على تجاوز ما ترسمه الدولة العميقة لسياسة البلاد. وذكر ذلك مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق جون برينان بمؤتمر عقد عام 2017، فقال إن المسؤولين في السلطة التنفيذية ملزمون برفض تنفيذ الأوامر المناهضة للديمقراطية من الرئيس دونالد ترامب. يعني صح في انتخابات تعددية وديمقراطية، وكل رئيس له إنجازاته وسقطاته، ولكن السائد أن السياسات الرئيسية لا تتأثر في الدولة العميقة بالإدارات المتغيرة. وختاماً، لابد من الإشارة إلى أن استقرار النظام السياسي شرط أساسي لنشوء الدولة العميقة وتطورها. فعندما تغير نظام الحكم بالكامل في العراق مثلاً مع انهيار حزب البعث، محيت الدولة العميقة القديمة تماماً. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا follow, like, وسبسكرايب.